في فبراير 2021 وفي حلقة Letter G من سلسلة أمريكا A to Z قعدت وكتبت هدف كده صغير أني أوصل لألف مشترك في القناة على اليوتيوب. وطبعا بشكر كل الأصدقاء والمتابعين اللي داسوا على زرار السبسكرايب واللي ساعدوني أن أنا أوصل للهدف اللي أنا حطيته. طبعا ما كنتش ابدا هعرف اوصل لده من غير مساعدتكم ليا وتشجيعكم والكلام الحلو الكتير اللي بسمعه اللي بالفعل بيديني طاقه كل يوم علشان اعمل فيديوهات اكتر واحاول اني اساعدكم واساعد اي حد مهتم بموضوع الهجره بشكل اكبر. النهارده 21 ديسمبر 2021، في نفس السنه، وطبعا مبسوط جدا وفخور ان انا وصلت للهدف ده. وكالعاده في الصندوق الاحلام اللي انا اتكلمت عنه في الحلقه بتاعه Letter G الباكت ليست، طلعت الورقة اللي كنت كاتب عليها الهدف ده، وطبعا أخدت صورة من اليوتيوب ان انا وصلت لألف مشترك، وحدبس طبعا الورقة في الصورة وحطهم تاني في الصندوق. ويمكن دي بتفكرني بان الحلاوة والمتعة مش في تحقيق الهدف، الحلاوة والمتعة هي في الرحلة، في الانتصارات الصغيرة اليومية اللي الواحد حصل عليها وكانت بتخلي الموضوع طبعا ممتع جدا. النهاردة وبعد ما وصلت للهدف ده ألف مشترك هلاقي نفسي مبسوط شوية، ولكن هقول then what، وبعدين يمكن نخليها 10,000 مشترك. من فضلك لو سمحت، من فضلك أرجوك ما تربطش كل سعادتك بالهدف اللي انت حطيته وعايز توصله. ما تنساش تستمتع بالتعب والعرق اليومي لغاية اما توصل للهدف بتاعك، لاني اوعدك انك اول ما توصل بسرعة هدور على هدف جديد علشان تشتغل عليه. سلام.